حياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت القصيد. ما الذي يجعل الشاعر متمسكا أكثر بفكره وفنه بلغته ورسالته؟ إنها المحاولة الحثيثة للتأثير والأمل بالتغيير. يحاول الشعراء ما أمكنهم أن يطرقوا جدران الخزان ليجعلوا العالم خاليا من الدخان ورائحة البارود في الكلمة والقلب، إن كانت الحياة قاسية والواقع مستحيلا، وتبقى الكلمة المبدأ والكلمة المنتمية إلى الإنسان هي الأكثر صدقاً والأثبت في وجدان المتلقين على اختلاف مستويات التلقي. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا هنا في الأستوديو. معنا الدكتورة الشاعرة الفلسطينية انشراح حمدان. أهلاً وسهلاً بك، حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد. أهلاً فيكم. أهلاً يا مرحباً ومرحباً كما نقول دائماً. في البداية وقبل الذهاب إلى الشعر ونقاش شعري قد يكون فيه الكثير من المشاكسات الأدبية الرائعة، قبل كل هذا حدثينا عنك بحدود ما تودين أن نعرفه وبشكل بسيط، تفضل. انشراح حمدان. نعم. دكتورة في علم النفس التربوي، وقبل ذلك شاعرة. يا سلام. ومعلومة لحضرتك وللجمهور، أنا لم أدرس إلا لكي أكون الشاعرة الدكتورة. يا سلام. حقيقة، لأن أنا درست في سن كبير نوعا ما، وعندي بالنسبة للشعر عندي ديوانين. ديوان الأول كان شجر يساورني وأضلاعي حنين، والديوان الآخر كان أسئلة التراب. ولي في القصص يعني القليل من النقد الأدبي، القليل. أنت من فلسطين يا دكتور؟ نعم من فلسطين. ما الذي خطر في بالك حينما قلت لك أنت من فلسطين؟ خطر في بالي حقيقة خطر في بالي القميص الذي ألبسه. يا سلام. يعني أنتم تصنعون المفاجآت وأنا سأصنع. نعم. مفاجأة. الفكرة أنكم تتحدثون دائما عن فكرة فلسطين وأنها دائما محمولة في القلب الفلسطيني. دامت فلسطين في قلبك دكتورة ودمتي لها، وكذلك في قلب كل عربي وكل مسلم وكل مقتنع بأن هذه القضية لابد أنها منصورة وتستحق هذا الانتصار. القدس يا وجعي. نسأل الله ذلك، بارك الله فيك. القدس يا وجعي. تفضل. يا من على نهج الإله تسير، الله أكبر زادك التكبير. يا من هذه المقدس سرها نادت على أسد الجهاد وفيهم النحرير. من جديد من البداية. يا من على نهج الإله تسير، الله أكبر زادك التكبير. جميل. هذه المقدس سرها نادت على أسد الجهاد وفيهم النحرير. لب النداء وكلها ضرغامها، فخلاصها في الذكر والتحرير. افتح قميصك للجراح فإنها شامات فخر في الجنان تنير. ودع الخوالف للعطور فإنهم باءوا بما عشقوا فلا تنوير. يا سلام. القدس أعطاها الغريب بليلة لرعاع قوم ما لها تفسير. يا قبلة الشهداء حي على الفدا، إنجيل عيسى والكتاب بشير. عذراؤه تصغي إلى همس المسيح، لعل بشرى للخلاص تشير. فيخوض أهل الملتين معارك، ودم الشهادة في السماء ينير. لم تشتك الأطيار رمي حجارة، أبت النسور يخيفها التفجير. لم تشتك الأطيار رمي حجارة، أبت النسور يخيفها التفجير. لن يعدموا صون الحماية قدسنا، لكنما غدر الأنام كبير. يا الله. إخوان يوسف أودعوه بجبه، إخوانك اختاروا لك التتبير. مكسورة في الصلب يا قدس الإباء، فهل يداوي جرحك التجبير؟ مكسورة في القد
في الصلب يا قدس الإباء، مكسورة في الصلب يا قدس الإباء، فهل يداوي جرحك التجبير؟ عسى أن يداوي جرحها التجبير. لعلك تعطينني الورقة الأولى لهذه القصيدة. لدي استفسار بسيط وقد يكون طرأ على بال الكثير من يستمعون إلى هذه القصيدة. في أحد أبيات القصيدة قلت به لب النداء وكن لها ضرغامها فخلاصها في الذكر والتحرير. هنا لعبة لغوية، هنا لعبة لغوية من خلالها يحاول الشاعر أو تحاول الشاعرة أن تستعرض قدرتها العالية في تطويع الكلمات وفي التحايل حتى على المتلقي الضليع أو المتضلع باللغة العربية وقواعد النحو والصرف. حينما يتبادر لذهن المتلقي يقول لماذا قالت فخلاصها في الذكر والتحرير، وكان الأوجب أن تقول فخلاصها في الذكر والتحرير، لكننا هنا نقول فخلاصها والتحرير يأتي في الذكر. نعم، بدليل ماذا أردت أن تضيفي أيضا؟ هناك فاصلة. نعم، وضعت فاصلة بعد فخلاصها في الذكر بعد الذكر والتحرير خلاصها وتحريرها في الذكر، يعني التحرير معطوفة على خلاصة. جميل جدا هذا هذه الهندسة اللغوية. أنت تدللين المفردات كثيرا حينما تكتبين نصا شعريا، أم أن لك طقوسا مختلفة وتتجاوز فكرة تدليل المفردات؟ والله لا طقوس ولا شيء، هو يعني تأتي الفكرة. نعم. أو ربما أتعدى قول كلمة الفكرة وأقول يأتي الشعور، يعني تشعر بشيء ما، يعني يؤثر فيك موقف ما، خبر ما، وأجد نفسي أكتب، أبدأ ببيت أو بفقرة ثم أكمل يعني. نعم. وبالنسبة للكلمات أنا يعني هذه قصيدة عمودية. نعم. يعني أحيانا يكون فيها بعض التقيد بالنسبة لي ربما بالنسبة صحيح على نظام الشطرين فعلا بالنسبة لشاعر مثلك ما شاء الله أبدا يعني كشرب القهوة ربما القصيدة ليس لدي هكذا تماما، لكن في الشعر التفعيلة تجدني تجد قصيدتي زاخرة في الصور والبديع والبيان، يعني ربما العمود نوعا ما سيما هذا الموضوع، موضوع القصيدة هذه جميل بالذات جداً. بحكم النوع عن القدس وكذا. طيب أنا أود أن يعني أناقشك بمسألة فعلا هي مثار جدل على الساحة ربما منذ عشرات السنين. هل الشاعر الذي يكتب الشعر الموزون سواء كان شعر التفعيلة أو الشعر العمودي اللي هو الشعر الضفتين أو الشطر والشطرين أو الصدر والعجز، هذا الشاعر هل يقرر أنني الآن أريد أن أكتب قصيدة تفعيلة، الآن أريد أن أكتب قصيدة عمودية، أم أن الخاطر يكون أقوى منه فيستدرجه من حيث لا يعلم ويكتب ما يمليه عليه وجدانه لا ما يقرر هو بالوعي؟ كيف ترين هذه المسألة، يعني رأيك في هذا الأمر؟ هذه تختلف بالنسبة لكل شاعر، كل شاعر له طقوسه الخاصة وأسلوبه الخاص. بالنسبة لانشرح حمدان دائما يكون السطر الأول، المطلع الأول أو البيت الأول، ربما سلام. البيت الأول يأتي عموديا فتكمل على ذلك، ولكن بالنسبة يعني للتفعيلة أحيانا أنت تبدأ يعني تفعيلات تكون بحرا من بحور الشعر العمودي، أو نعم. تبدأ تفعيلات تتناسب مع أحد البحور. نعم. فأنت تكتب البحر الأول ثم تريد أن تكتب بعده، فتجد أنك يعني كتبت تفعيلات أكثر. صحيح. ففي هذه الحالة خلاص يعني نتجه إلى التفعيلة. نعم. هذه. طيب أحيانا يقولون إن الشاعر لا يكتب وجعه أو ذاته فقط، وإنما أيضا يكتب ما يلامس قلوب ومشاعر وواقع الآخرين. يعني أنا أريد انطباعك كقارئة الآن، يعني ما بدي تحكي كشاعرة وإنما كقارئة كمتلقية كمتابعة للمشهد الثقافي، هل فعلا شعراء اليوم على الجملة أو على الغالب فعلا ينتمون للقضايا، ينتمون لهذه الجراح، ينتمون لهذه الآلام، أم أن الغالبية العظمى منهم يعيشون حالة انفصال عن واقع شعوبهم وأمتهم وقضاياهم؟
لا طبعا أكيد ليسوا منفصلين، أكيد يقومون بذلك. يا أكيد، سلام. وإلا لما وجدت الكم الكبير الهائل، كمثال مثلا حرب غزة كمثال حدث نعم. أخير، يعني لا ليس فقط الفلسطينيون هم الذين يكتبون، ولكن هناك شعراء من جنسيات كثيرة يشعرون صحيح. بوجع إخوانهم، بوجع يعني فعلا، حتى الآن أن مؤسسة في الكويت، مؤسسة الراحل عبد العزيز سعود البابطين، قبل فترة أعلنت عن ديوان شعري عربي اسمه ديوان شهداء العزة، وهو يعني نصرة لأهل غزة، ويحاول من خلال القصائد والمشاركين أن يعطي صورة لطبيعة ما يعيشه أهل غزة اليوم من معاناة وآلام وتقديم وتضحيات. شارك في هذا الديوان 700 شاعر من أصل 1200 متقدم. رقم 1200 يقول إن فكرة الانتماء إلى قضية ورسالة لا تزال حاضرة في وجدان المثقف العربي، وبشدة وبقوة. نريد قصيدة جديدة الآن، تفضل. قصيدة جديدة، بما أن عرجنا في الحديث على الحرب في غزة، فهذه قصيدة يعني جاءت من روح استشهاد أحد، طبعا الشهداء كلهم يعزون علينا ونألم لذلك، لكن هذا قريب مني، هو يكون ابن أخي رحمة الله عليه. أيوة، فكتبت قصيدة بعنوان حزنا أنيق. يا سلام. هي إهداء إلى روح ابن غزة الشهيد عمرو بشير حمدان وكل شهداء الوطن. عمرو الذي شب ودخل الجامعة وهو الأخ الوحيد لأربع أخوات، وحين أراد الله ورزق بأخ راح يهنؤونه: مبارك يا عمرو جاءك أخ. فكان يبتسم ويقول: أخ سيكون ابني، أنا ربما أربيه. وحدث ما حدث واستشهد عمرو، وبقي الأخ الصغير أيضا هو الأخ لأربع أخوات، كان بقي اسمه بلا أحمد رحمة الله عليه وعلى جميع شهدائنا. اللهم آمين. تفضلي. حزن أنيق، ولقلب عمرو أرتدي حزنا أنيقا، أغرس الأشواك في حلق اللغات، وأرتمي كذبالة العمر المسافر للفجيعة. أغرس الأشواك في حلق اللغات وأرتمي كذبالة العمر المسافر للفجيعة، حين ترتج الملامح في رداء الشمس. يا أيها الشاب المكلل بالحصى، جادت بك الأيام كي تبقى كنافلة المسافة، تعلن الأوجاع في رمس وأمس. يا أنبل الأسماء في فصل اللغات، يا أنبل الأسماء في فصل اللغات، ويا مدار الثأر بين الميتين على شفا عنب وكأس. يا وجه غزة في صباح معتمن، نسجت لأرضي من دموع الملح أغنية وأمنية مؤججة بعشق حنينها والهمس. يا وجه غزة من جديد. يا وجه غزة. يا وجه غزة في صباح معتمن، نسجت لأرضي من دموع الملح أغنية وأمنية مؤججة بعشق حنينها والهمس. يا سلام. يا غزة الشهداء نادتني دماؤك يوم موئدها، فراودني الفؤاد الغض عن حزني، وعدت خيال روح يحتمي برفات حس. أنأى فيخنقني النوى، يا الله، أنأى فيخنقني النوى، أشكو فيرميني التشكي قرب آهات وبؤس. في كل موال ذبول، في كل موال ذبول، في أوان الفجر بات الانكسار، وفي يقين الموت موت، وفي يقين الموت موت، يمزج الصرخات بالصمت المقيد، علها قبر يحس. غرباء نحن وراسخون على المفارق في الفجاج وبين أرصفة الليالي. غرباء نحن وراسخون على المفارق في الفجاج وبين أرصفة الليالي.
غرباء نحن وراسخون على المفارق في الفجاج وبين أرصفة الليالي كالنجيل جذوره حجر الدماء لقد استطالت سوقه رغم اعتمال البتر لا يدنو إليه بصيص يأس. لن يدنو إليه بصيص يأس. أحسنت ولا فضفوك دكتورة انشراح، ونسأل الله لابن أخيك ولأخي ولكل شهداء ولكل فلسطين الشهداء. وشهداء الأمة جمعاء الرحمة كل الرحمة ومجاورة النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى إن شاء الله. حينما يكتب الشاعر أو الشاعرة عن عزيز رحل، ما الذي يريده الشاعر؟ لماذا يسعى إلى تكريس هذا الحزن على هيئة قصيدة؟ ما الذي يبحث عنه من وراء كتابة مثل هذه الكتابة؟ نفس الذي يحصل عندما يقيمون أو ينصبون صيوانات العزاء ويأتون الناس يعزون ويطيبون خاطر أهل الفقيد نفسه. هو الشاعر هذا أسلوبه وهذه طريقته في العزاء، ويعني هي محاولة أن يكون معزيا ولن يعز. يعني قصيدة الرثاء أشبه ببيت عزاء خالد ينصبه الشاعر على الأوراق، أكيد قوامه قلبه وصدق مشاعره وزواره وعماره ربما كانت الأفكار والذكريات التي يحاول أن يخلدها مآثر وذكريات في هذه القصيدة هذا الخالدة. هذا هو الفارق، هذا الفارق بين بيت العزاء والقصيدة. بيت العزاء يفك وينتهي والقصيدة تبقى إن كانت تتمتع بآليات خلود النص. نعم. طبعا سأحاول قدر المستطاع أن أهرب أنا وأنت بعيدا عن الحزن، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام نخرج الآن وإياكم إلى فاصل ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة المميزة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا هنا في الأستوديو من فلسطين الشاعرة الدكتورة انشراح حمدان. حيا الله دكتورة انشراح مرة أخرى. قبل أن نواصل النقاش نريد منك أن تقرأي لنا قصيدة جديدة، لكن ربما كان هناك حكاية لعنوانها. تمام تفضلي. أنت تعلم ماذا سأقرأ؟ تفضلي. الآن سوف يعني نذهب بعيدا، نذهب نجنح قليلاً إلى فكرة أخرى أو أسلوب آخر أو شكل آخر. هو نفس الأسلوب، إنما يعني سنخرج من فلسطين إلى بلد شقيق عربي، يعني بلد عربي شقيق آخر. الآن هي القصيدة عنوانها هيدرا. لماذا؟ لماذا هيدرا؟ كلكم تعلمون أو الأغلب يعلم الهيدرا في الأساطير القديمة هو حيوان ربما يكون أسطوري خيالي ذا رؤوس، وكان يجلس في الأنهار والبحيرات ويقتنص المواشي ويؤذي البشر، يعني هو مخلوق أو رمز للاعتداء للعداء، السطوة، للسطوة، الاستبداد والظلم والاضطهاد. فكانت هذه القصيدة من وحي، يعني حكاية أو خبر بسيط يعني ترامى إلي. دعينا نرى لنستمع. تفضل. أوكي تمام. هيدرا وطن على الإسفلت زارته الغمامة، بللت بيديه بعض الماء، مست حبتي عينيه دجلة غير منتبه ولا حتى الفرات. همج أتوا فاستبدلوا فأسا بكأس، والليالي حاسرات القلب ينضج في مرامي حزنها قمر الشتات.
كونوا لنا للهيدرة للناس للأرض الموضأ عشبها بأنامل الغيث المرير كونوا لنا للهيدرة للناس للأرض الموضأ عشبها بأنامل الغيث المرير وحفنة من تمتمات يا عاذلي يا عاذلي للدمع كان مهيئا للعمر جاء بما لديه ولا بلادي حرة الكفين كي يلد الزمان مخلصا ديباجه رؤيا وبعض من رفات يا هرقليس هي المدائن تفتح الأفواه للموت المسن وفي سجال حروبها برق النجاة وفي سجال حروبها برق النجاة. هذه النجاة التي تبحثين عنها يبدو أنها يعني تسلبك الكثير من المشاعر أحيانا، تأخذك إلى الكثير من الأوطان الحالمة بنهارات أفضل أو بأيام أجمل. الفكرة التي أود أن يعني أستنطق داخلك أو داخلك فيها، فكرة أن هذه الشعوب تستحق واقعا أفضل، تستحق معانقة الشمس، تستحق أن تنفض عن كواهلها غبار الاحتلال، إلى أي مدى ترين أنها تسيطر هذه الفكرة على قلم وكتابات وأشعار دكتورة انشراح حمدان؟ بكل صراحة. بكل صراحة هي الفكرة يعني ليس بيدي أنا أقول لها تسيطر علي أو لا. نحن نتمنى هذه الفكرة، ولكن للأسف الشديد الواقع يعني ينافي أمنياتنا. نعم يعني نعم. أنت في كتاباتك لكن يعني لديك ديوانان وكذلك لديك الكثير من القصائد وربما الكثير أحيانا من المحاولات في أجناس أدبية غير الشعر. طبعا. يعني تشعرين أنه فكرة البحث عن الحرية، البحث عن الأمل، البحث عن الشمس المفقودة في وطني، في الأوطان القريبة، في العالم ككل، تشعرين أن هذه الفكرة تسيطر على كتاباتك؟ هي تسيطر تماما، ولكن يعني بدليل أنا أكتب القصيدة ويجب ضروري أن تجد في نهايتها بارقة أمل. يا سلام. حتى لو أنا كنت أكتب عن شيء حزين فلازم يعني الأمل بيكون موجود، ولا أخفيك يعني إذا في ناس يسمعوني، لكن الواقع هذا أنا ما أشعره وأحبه يعني وأريده وأتمناه، ولكن الواقع للأسف. بارقة الأمل تكون مستوحاة من المستقبل وليست ترجمة للواقع الذي تكونين فيه. طبعا المستقبل أكيد. جميل جدا. هذه الطريقة هل الهدف منها يعني بحث روح التفاؤل في وجدان الناس، أم أنها استجابة لرغبة الشاعر بأنه يجب عليه أن يأتي بجديد؟ والله هذه الأخيرة أن يأتي يعني كثيرين بجديد. أنت تعلمين كثيرين من الشعراء يخشون فكرة أن يترجم الواقع فقط، كما لو أنه ينقل للجمهور جريدة اليوميات، فتجدينه يسارع بافتراض الأمل، كتابة ما يشبه باكرة أو بارقة الأمل حتى يقول لهم إن الخير قادم. كيف ترين هذه الفكرة؟ هو للأمانة فكرة أنه أنا أقصد أن آتي بجديد للأمانة لم تطرأ على روعي، ولكن هو الإيمان نحن نقول لعل القادم أجمل. إحنا إيماننا بالله وإيماننا فإن أن يعني هناك شيء جميل يجب أو لابد أن يأتي بإذن الله. يعني يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم مدى يعني سند الحديث، الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. فاس يعني انبثاقا من هذا المعنى لابد أن نأمل، والله سبحانه وتعالى يعني يعطي الإنسان أو يعني يدخل الإنسان في متاعب في ابتلاءات، ولكن في النهاية إن لم يكافئه عليها في الدنيا هي سوف تصعد له في الآخرة. فلذلك نعم. أنا دائما أقدم أو غالبا أقدم المأساة وآتي في الآخر ببيت آخر بيت تقريبا يكون فيه الأمل. هذه الفكرة ذكية، الهدف منها ترك الانطباع الختامي في ذهن القارئ حتى يبقى معلقا بهذه الفكرة، بهذه الرسالة، بهذه القضية التي تقدمينها على شكل قصيدة.
ويفهم أن القادمة حتما سيكون أفضل. إلى قصيدة جديدة يعني تفضل. سبحان الله، القصيدة اللي أمامي يعني ينطبق عليها الآخر البيت، وكل قصائدك ينطبق عليها هذا المدلول، وانبثاقا منها وانطلاقا إليها نستمع. نعود تفضل. إلى الفكرة المظلمة التي تسيطر علينا هذه الأيام، فكرة حرب غزة الذي لم نكن حربا عادية. نسأل الله أن يخفف عنهم ويعجل بخلاصهم. في بداية الحرب تقريبا في الأسبوع الأول كتبت هذه القصيدة. تفضلي. الآن قد الثوب، الآن قد الثوب من قبل ومن دبر، وبات العرب محض عراء. القدس أعياها انتظار مخلص، وابن العروبة في الخنا طلقاء. صهيون أوغلت العداء وأزهقت أرواح أطفال غدوا أشلاء. سوت منازلهم بقاع بسيطة، روت عطاش الأرض بحر دماء. ومعارك التحرير تعرض مسرحا، جمهوره الدولي في صماء. يا الله. صمت مخيف، والدعاة إلى الحقوق تجاهلوا صوتا بلا إصغاء. لكن إيمان ابن غزة فائق، لكن إيمان ابن غزة فائق. يا سلام. نصر أو استشهاد للعلياء، لن يبلغ الأعداء ما قد خططوا، يبغون عقر قضية ونساء. ولادة هي غزتي رغما، إذا ما فجروا الأرحام والأثداء. ستظل تردع نسلها بقداسة حبا يفيض كرامة وإباء. ويلوح قنديل التحرر في المدى، ويعود للبيت القديم ضياء. يا سلام. هذه حتما سيعود ضياء إلى بيته القديم. هذه أيقونة الأمل والتفاؤل التي دائما لا أتعمد أجدني أضعها تلقائيا. حتما سيعود الضياء إلى بيته القديم، إلى كل من يستحقونه من يعني الصادقين بحبهم، الصادقين بانتمائهم، الصادقين بعقيدتهم وإنسانيتهم. قبل أن نخرج إلى فاصل جديد، دكتورة انشراح شاعرة الفلسطينية، حبذا لو تحدثيننا قليلا عن فكرة أو تصور الأم الفلسطينية لمدلول الشهيد والشهادة. كيف هذه المرأة التي يظنونها من حديد، من حجر صوان، ألا تشعر، ألا تحس، هل يهون عليها ابنها فيذهب؟ كيف تنظر الأمهات الثكالة في فلسطين إلى فكرة الابن الشهيد؟ والله سؤال جميل، لأنه أنا شخصيا حصل أمامي موقف من إحدى أمهات الشهداء. تفضل. أولا، أم الشهيد غالبا يعني هي تظهر في الميديا وفي الإعلام أنها صابرة وأنها لا يهمها، وهذا فعلا قد يكون في تلك اللحظة. يعني هناك مثل شعبي يقول حلاوة الروح، قد تكون هي في هذه اللحظة في لحظة حلاوة الروح. أنا يعني الصدمة الأولى. أعرف سيدة قريبتنا كانت تحدثني عن يوم تأبين ابنها الشهيد، وهذا الشهيد له قصة، يعني لدرجة أن له قبران. كان في قرية أبو ديس في القدس متحصنين في بيت هو وشهيد آخر صديقه. نعم. وكانت القوات يعني تداهم البيت وتريد أن يعني تقبض عليهما وتأخذهم أو تقتلهم، فصمدوا لآخر نفس، ظلوا يحاربون حتى نفذت ذخيرتهم، واضطر العدو إلى أن يعني يملأ البيت بالخراطيم الماء، بالماء يعني فتحوا خراطيم الماء الكبيرة لحتى يعني يجبروهم على الخروج. صمدوا لآخر لحظة. طبعا استشهد ابنها وعملوا له قبر في أبو ديس، وكانش كامل يعني خلاص أشلاء. نعم. وقبر آخر في خان يونس. يا سلام. كان مسقط رأسه. الشاهد في الأمر أو في القصة؟ الشاهد في الأمر أن السيدة تقول يعني أنا عندما تفرجت على الفيديو وجدت نفسي أزغرد في الفيديو، فقلت يا أين كان عقلي، كيف أنا فعلت ذلك،
كيف أنا فعلت ذلك؟ هذا يعني تأكيد لأن السيدة أو الأم الفلسطينية اللي هي محور السؤال حضرتك، أم الشهيد، يعني تكون في حالة الصدمة الأولى، لا تكون يعني في وعيها الكامل. فعلا هي تكون صامدة ويقولون لها مبروك ابنك استشهد، هذا شرف لك أنت أم الشهيد، تصبرها التفاف بعض النساء المعزيات من حولها. وفي تلك اللحظة هي تكون متصبرة بالفعل وتشعر بجمال أنها أم شهيد، وتقول الله يسهل عليه بالكلام، كلام مثل هذا القبيل. ولكن حين انتهى الموقف، أو كما نقول يعني حينما ينفض العزاء ويمضي من كانوا إلى جوارها وتبقى وحيدة يعني مع ذكرياتها وإياه، بالضبط، أو في غرفته، فهي تقول كيف فعلت ذلك؟ يعني هي كان أنا أتكلم لكن بالفصحى، الله من يربط على قلوبهم. هي كانت تقول دائماً كلام بالعامية، يعني بمعنى يعني هي غير راضية عن نفسها، كيف يعني كيف أنا كاني أزغرت؟ لكن الصبر والسكينة نعم من عند الله. هي نعم من عند الله، ولكن أيضا حاجة مهمة، الأم الفلسطينية أو أم الشهيد الفلسطينية لديها رصيد أو خلفية من الإيمان والصبر، وأن هذا ذهب عند الله، وحب الوطن، والوطن لأجل الوطن لا بد أن نضحي ونحتمل. هذا يكون في الصدمة الأولى، لكن بعد ذلك هي أم أيضا، يعني أكيد سوف تحزن وتتمنى لو للحظة يعود وتحضنه وتراه. لكن يعني عزاءها الأعظم بأنه شرفها ومضى شهيدا رافعا رأسه ورأس أهله وكل ذويه، أكيد، على طريق تحرير وطن قضيته هي القضية الأكثر عدالة على وجه هذه الأرض التي نعيش عليها. طبعا أكيد، وهذا ما جعلها في البداية تصمد. أكيد سنستمع إلى المزيد من القصائد، ولكن بعد فاصل قصير أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا أعزائنا المشاهدين. فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم. وصلنا إلى الفقرة الختامية في حلقة هذا الأسبوع، ومعنا هنا في الأستوديو الدكتورة الشاعرة الفلسطينية إنشرة حمدان. إلى الشعر مباشرة، تفضلي. نعود إلى أكثر ما يميز بلادي، الزيتون. الزيتون قصيدة سوف أنشد للزيتون. تفضلي. هو الزيتون حين يهب في جسد المواسم، يرتدي اسما خرافيا ويسكن في الندى العالي، فتحرسه الصبايا بالأغاني، ينحني للنهر، يدخل زفة الأسلاك والأشواك، يرمي رعشتين على الحواجز والجنائز، ثم يطلقها طيورا كي تغازل حفنة الشهداء في ملكوتهم، وتصب في أكوابهم وطنا تمدد في الغياب. براءة الزيتون يخدشها حصن في الأمكنة، والليل آخر ما يكون، وحين تصعد آمنة والدتي، يا سلام، وحين تصعد آمنة يتدرب القلب الجسور على العبور الفذ، حين يجر ناصية الحدود المشعثات على المفارق والمدى من بين أحذية الجنود إلى الخيام الممكنة. يا الله. هو الزيتون يسأل ذاته، ما لون كفك يا غصون؟ الأخضر الغافي على كتفيك أو سمة الرماد؟ الأخضر الغافي على كتفيك أو سمة الرماد وشهقة الميلاد رجرجة الندى بين الصدى والابتعاد كأنها حجر الحنين. هو الزيتون رؤيا في غد جاءت،
تراوح قلب من يأتون، هو الزيتون يأتينا علانية على مرمى من الإصباح، يقرص وجنة الغافي من الحسون. يقرص وجنة الغافي من الحسون، هذه صورة بديعة جميلة، أكاد أجزم أنها صورة جديدة لم يسبقك إليها أي شاعر أو شاعر. ما الذي تريده انشراح حمدان من هذه الكتابة؟ ما المأمول؟ ما المتوقع؟ ما المرتقب؟ ما المنتظر بشكل مباشر وعفوي وبدون تفكير؟ الإجابة المتبعة لدى الأغلبية هي رسالتي سأقدمها وأخدم قضيتي لا، أنا أريد الإجابة التي تخص انشراح حمدان، ماذا تقول؟ هو هذا أيضا ينطبق علي أيضا، ولكن هناك شيء آخر، أنا حين أكتب يعني أكتب بدون تفكير. يا سلام، لا أفكر، أجد الفكرة، ولذلك تجدني قليلة الكتابة، لا أكتب كثيرا. أنا الشعر من أجل الشعر، الشعر من أجل الشعر. أحيانا يعني تكون تشعر بسعادة حينما ترى نفسك تشعر بشعور الآخر. يا سلام، هذا يمنحني رضا نفسي واطمئنان. يعني ترى مشكلة، ترى يعني حزن، ترى شيء يعني يخص الآخرين، أنك تكتب عنهم، هذا شيء يسعدني، أكيد يسعدني يعني. أكيد صدقت كثيرا وجدا. نريد أن نعود إلى القصيدة التالية، وهناك مفاجأة من ضمن القصيدة تتعلق بما سنناقشه وراء يعني نهايتها. تفضل. القصيدة بعنوان راحت مريم. رأيته فيديو على اليوتيوب، شاب والد مريم، طفلة رضيعة، نعم، يحتضنها ويبكي. جاء والده يعني جد مريم، يقول لها كيف هي؟ قال له راح، قال له راحت مريم، راحت مريم، واحضنها. الكثير اكيد مشهد الكثير قاسي جدا، الكثير رأوه. تفضلي. يا طفلة ماذا جنيت بمهدك المركون في حضن السحابة؟ ما جرمك المشهود حتى تؤدي، وسنينك الخضراء لا تجد الإجابة؟ هل تخبرين مريم ماذا فعلت وقد أقاموا بين أحلام الصبا الحاني ودميتك اليتيمة ألف غابة؟ يا غزتي صمت الزمان إزاء نكبتنا، وليل الظلم لاح، وقذائف الطاغوت تهوي، تشنق الضوء الممدد في الصباح، تقع على قلب الطفولة، تنكث الشريان من غزل الجراح، ودفاتر الطلاب أضحى لونها كشقائق النعمان في سهل مراح، وخضبت كف الربيع بآلة الطاعون بالدم الصراح. المجزرة غرست بكف اللؤم خنجر سمها، سكبت على زيت الحريق أوارها والنائحة، والنائحة هتفت إليكم يا أمم، أين الهمم؟ ادعوا إلى وقف المجازر تحت أنقاض الحمم، هيا اشجبوا، استنكروا، هبوا إلى عقد اجتماع طارئ، لا تتركوا جهد الشعارات القزم، لا تندهي أختي العرب، ولتغضدي طرفا ولا تستعصمي، فلعل رجع الصمت يخفق في العدم، ولعل نصرتنا توالد من ألم. لا تسأل الأعراب وقف الظلم بسلاح الخطب، لا تسأل الأعراب وقف الظلم بسلاح الخطب، لا تأملي عونا ولا حتى سبب، فزمان معتصم الديار غدا عجب، وغفى الجميع فلا تنادي أمة، لا شيء يوقظها سوى دف الطرب، ولتخسئي صهيون، ولتخسئي صهيون، لا لن تغنمي، لن تهنئي، فدماء غزتنا سيول من غضب، ولتعلمي من ظن أن مجازر المجنون تخدع شعبنا لقد اضطرب، فدماؤنا ليست شرابا من قصب، وإننا متجذرون بأرضنا مثل النخيل وكالعنب. يا سلام،
هذه المتعلقات الخاصة بالتراثيات الفلسطينية، بحكورة الجدة، بحديقة الأب، بمفتاح الدار الذي يرمز إلى القضية ولا يزال موجودا ومحفورا في قلب كل فلسطيني قبل أن يكون معلقا في صدر منزله. هذه الأفكار تميز القصيدة الفلسطينية وتجعلها يعني رهنا لبيئتها. يعني القصيدة الفلسطينية تميزها مفردات البيئة التي تتحدث عنها، بخلاف بعض القصائد. يعني ربما التجربة العراقية أيضا يحضر بها دجلة، يحضر بها الفرات، تحضر بها بغداد، تحضر بها بعض المناطق التي تشي عن يعني عن بلد هذه القصيدة أو بلد الشاعر. طبعا. لكن القصيدة الفلسطينية دائما تكون قصيدة حزينة باكية ودامية كروح كاتبها. هل الفلسطينيون محكومون بالحزن أم أنهم يحاولون الخلاص منه باعتقادك؟ أنت قلت الكلمة المناسبة لكي أقول لك نعم. قلت محكومون بالحزن، نعم محكومون، مجبرون، مضطرون للحزن، ولكن الفلسطيني، الشعب الفلسطيني شعب يحب الحياة. يا سلام. وأنا مرة قلت شعبنا يتقن الحياة كما لو أنها الحياة فن وهو يتقنه، يعني يصنعون الفرح يعني من أقل الأشياء، يعني رغم الحرب، إلا أنهم فتحوا خيام التدريس، رغم الحرب، إلا أن الأطفال يعملون يعني احتفالات ويغنون أيضا للوطن، لفلسطين. ولكن الحزن أكيد، يعني بلد يعني محتلة منذ سنوات، وبلاد العالم كلها سعيدة ومرتاحة. يعني الشعب الفلسطيني وكأنه ختم بختم من الحزن أبدي الوجع والأسى. نعم. لكنه فعلا يتقن الحياة، يستطيع أن يفرح نفسه بالميسور، وهذا هو الأمل، أن يعين الله الشعب الفلسطيني على مصافحة الأمل، وأن يمكن الله لأهل تلك الديار من تحريرها واستعادتها وطرد كل المحتلين، ويعني استرداد حقهم التاريخي الذي لا يقبل التفريط ولا التنازل. الآن نسأل الله وبكل ذلك. صراحة، كل منا له أحباب في بقعة ما، وأنتم دكتورة انشراح الشعرة الفلسطينية لك أحباب في غزة، لك أصدقاء، لك ذكريات، لك آمال، لك حياة، ربما تتعرض إلى الموت الآن. طبعاً. رسالتك إلى أولئك النفر الذين لا يزالون صامدين، ماذا تقولين لهم بكل عفوية؟ كل عفوية، إن لم تأخذوا حظكم في الدنيا ستأخذوه في الآخرة، لا تحزنوا، في كل الأحوال أنتم الرابحون، وأنتم الكسب لديكم في كل الأحوال. يا سلام. هو الابتلاء، هل تظن أن الابتلاء شيء يعني بسيط؟ ما الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي الإنسان يحبه. أحسنت. نريد قصيدة منك، تفضلي. آخر قصيدة أم بعدها ممكن؟ لك ما تشائين، لا بأس، اقرأي ما بين يديك، لا بأس، تفضلي. سأقرأ حنين سيف. نعم، تفضلي. للذكر يعني هذه القصيدة فازت بمسابقة، أخذت المرتبة الأولى في مسابقة من مسابقة الضمن العربي. تفضلي أسمعينا. يا سيف، يا سيف ما لك تنحني للظل حين تميل شمس الروح تقرئك الغمام، وتخط جرحك في الموانئ في الموادع، تستحث الشرق أن يرقى ستائر أغنيات فوق أشرعة سقام. يا سيف، يا سيف، هل جفت عيون اللوز أم ثقلت عناقيد الرجوع فلا مواصلة تعيد الروح للمذبوح بالوعد المقسم في مناقير الظلام. يا سيف، جدتنا التي عذب الركون جوارها باتت توشوشني بما أملته رؤياها العميقة من حكايات السلام. كنا وكانت تغرس الأحلام ليلا في عيون النجم، والإصباح يوثق عروة الشمس المبارك قطفها في كل عام، فيلوح لي جدي على أكتافه أغصان حقل لم يجف الشوق في أكمام سنبله، ولا يرتاح إلا في عيون
قضها شد الحزام، يا سيف دع عنك المواجد، يا سيف دع عنك المواجد، وارقب الآتي على ثغر الزمان، ورجرج الذكرى البعيدة، ورجرج الذكرى البعيدة، تعلها تفضي إلى تيجان قلبك بالزغاريد المضيئة حين يذوي الابتسام. أما أنا أغفو فأسرج صهوة للريح شرق الأغنيات، أدنو يباغتني الفرار إلى هناك، يشدني ترنيم طير وارتجالات اليمام، فأرى ابتهال صلاة جدي يرفع الشهداء عن خشب الجنائز، يستعد لسورة الأنفال ثم يرش ملح الصخر في جيب الرغيف، يحرر الطابور من عرق الزحام. أستحضر الماضي يداهمني صدى التذكار، فوق التل أطفال يلوكون الهواء المنتشي بروائح الخبز الفتي، فتنحني لشذى الخزام. تجتاحني ألواح طوق للبلاد، إذ كنت أرقب سحرها في وصف جدي، حينما تغفو الحكاية قبل أن نمتص آخر قطرة من شهدها من دمعها، ويريح في النوم الختام. ويريح في النوم الختام، ويريح في الشعر الختام. أحسنت بدءا وخاتمة دكتورة انشراح، يعني قبل أن نختم ماذا تودين أن تقولي في ختام هذه الحلقة؟ شرفنا على نهايتها. هذه الحلقة يعني تحتم موضوع الحلقة أو نوعية القصائد التي قرأتها تحتم علي أن أقول يعني لا تحزنوا، لا تبأسوا، إن شاء الله إن شاء الله النصر آتي بإذن الله. ويعني هي نصيحة أو رجاء يعني بعد كل هذا الذي حدث أن نكون شيئا واحدا، أن نكون واحد في فلسطين نظاما واحدا، يعني الفرقة جميل. هذه خلاص يعني ليس فلسطين وحدها وإنما الأمة مجتمعة، فلا أعلم إن كان هناك وقت قصيدة قصيرة يعني تلخص ما قلته. أقول لأبناء شعبي مطلعها فقط، لا تنتظر أيقونة حظية، لا تنتظر فك الحصار، اهجم على ليل الجمود، احلل قيود الوقت وامتشق النهار، مفتاح سجنك في يديك، فليس ترفعك الحروف وليس يعليك انتظار، هذا أوان اللفتة الحمراء، فاضرب فاضرب في غبار الأسر، ينهزم الجدار، اقبض على حرية مائية مرددا الله أكبر في المدار، مزق رداء الفرقة السوداء، قص ذيولها بالعقل ينهتك الصدار. أنا سأكتفي لأني أشعر أن الوقت لا بأس بأن تتميها. اقبض على حرية مائية مرددا الله أكبر في المدار، مزق رداء الفرقة السوداء، قص ذيولها بالعقل ينهتك الستار، انثر صدى زوجة في حينا كيمامة برية في صوتها عيد الصغار، وارسل مكاتيب الندى للشمس، بث على ترددها حكاية فارس هزم الحصار. بث على ترددها حكاية فارس هزم الحصار. شكرا جزيلا لك الشاعرة الفلسطينية دكتورة انشراح حمدان، شرفتنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الختام. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله، نلتقيكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. شكرا جزيلا.